بخصوص مسلسل الإمام الشافعي، شخصية الإمام هي عبارة عن كتب الفقيه، كتب العلم، تمام. لكن حضرتك أما قدمتها في المسلسل قدمت له جوانب كتير. يمكن إحنا في بعض الأحيان بيجي شخصية العالم المتخصص في الجانب الديني، العالم الدين، دايما هادي طيب ساكت، ليه جانب كده أو فورمة كده إحنا حافظينها. حضرتك حطيت جوانب تانية في الشخصية، في مشيته، في طريقته، في كلامه. يمكن هو كان جاي مصر بهدف طلب العلم رغم العلم الغزير اللي عنده، لكن هو كان جاي برضو في جانب إن هو لسه عايز يتعلم أكتر، فكان ده بيظهر في مشيته، في نظرته للناس، في سمعانه للناس. فكنت عايز أعرف حضرتك إزاي درست الشخصية من جانب كتب عبارة عن فقه، مش مفيش سيرة ذاتية، فإزاي حضرتك طلعت الجوانب اللي رسمتها في الشخصية دي من خلال كتب بتتكلم في العلم فقط؟ شكرا. أنا بشكرك، ده سؤال عظيم. أقول لحضرتك، لأنه الإمام الشافعي قال كلام يخليك لما تحلله تعرف شخصيته. يعني لما راجل يقول وخير الناس في الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته، قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. ده بيعبر عن تفضل حضرتك استريح من فضل. فده بيعبر عن الراجل ده. الحقيقة إن أنا لقيت كنز اسمه ديوان الشعر بتاع الإمام الشافعي، وكنت مصر ضمن مجموعة العمل على إني أقدم الفنان. الشاعر فنان، والشاعر زي ما بيقول فؤاد حداد، شوف اللي شاعر قايل قول يقول، شايل قوافي، هو شايل أنا هول على كتفي، شايل الهول، شايل هموم الناس. فهو ده الشاعر، وهو كان كده الإمام الشافعي. إزاي التسامح؟ إزاي لما كلم يونس بن عبد الأعلى قال له إيه؟ قال له لا، بس لازم تكسب في كل المواقف، أحياناً كسب القلوب أولى من كسب المواقف. ده ما بيوريش الشخصية؟ هي دي الفكرة. وبعدين أنا مستعد أقول لحضرتك إنه أنا جدي أبو والدتي الله يرحمها ويرحمه كان راجل عالم دين، كان راجل دمه خفيف جدا ولطيف جدا. فليه أصور عالم الدين على إنه لا، ده راجل أب ومدرس، ومدرس يعني أب للناس، في للطلبة في الجامعة، لأنه حضرتك عارف إنه جامع عمرو بن العاص في الوقت ده كان مجتمع معرفة. كان الجامعة طبعا، كان الجامعة. فأنا متشكر على السؤال. أنا دخلت مدخل الفنان، أنا شفته الشخصية اللي احنا عارفينها، يعني انك تعمل شخصية مثلا الرئيس سادات الله يرحمه أفضل، ولا تعمل شخصية ما نعرفهاش أفضل؟ وده سؤال حلو. مفيش أفضل بقى. هو أنا مثلا شخصية رئيس سادات اعتذرت في الأول، أول ما كلمه قلت اعتذرت، قلت له ما أنا يعني مش أنا خالص، أنتوا اخترتوا الشخص الخطأ. قصدك إيه يعني؟ أنا مش كاست، أنا مش، لا 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 لا، إزاي إزاي شكلي يعني. فاعتذرت، فالإيجنت بتاعتي أو مديرة أعمالي في أمريكا اعتبرتني راجل مجنون، إزاي أرفض إن أعمل دور على أكبر مسارح واشنطن، هو فعلا أكبر مسارح واشنطن، وبالبساطة دي ومع إنتاج بالحجم ده. المخرجة والمؤلف أصروا يكلموني، فقالت لي على جوانب إنسانية هي درساني، هي شايفاني، مش أدهشني خالص. ما هم هناك بيسألوا مدير سموه كاستنج دايركتور، مسؤول عن تكوين اختيار الممثلين في العمل. فجابوا لها حوارات ليا، وجابوا لها التاريخ بتاعي كله هنا مظبوط، كل حاجة. فقالت لي انت في حاجات بينك وبينه كرامتك نقح بالبلدي، يعني كرامتك نقح عليك قوي زيه، فانا عاجبني الحكايه دي. انت بتقعد كده بقى، انا عايز
ولذلك انا كنت اعمل شخصيه بقى كنت كيف قاعد كده رئيس السادات حلو قوي مصر عاد والبايب بتكلم ايدك كده والبايب واصريت ان البايب يتولع وساعات كان الانذار بتاع الحريق يخرجونا كل فالمهم انه انا قلت لها ما اقدرش لانه الجمهور المصري قالت لي احنا هنعرض في امريكا قلت لها ايوه بس تعرفيش الجمهور المصري ولا ايه ده ياكل وشي لا لا الجمهور المصري لازم تعملي لي تحول تام فجابوا بقى ماكيور وكوافير من لوس انجلوس ومن نيويورك عملوا بقى الباروكه دي وعملوها ازاي بتاع عملوا لي تحول اللي كان عاجبني انا انه الشخصيه انت بتشوف 13 يوم ما حدش شافهم نسمع عنهم بس طبعا اللي عاجبني اكتر بقى انه القضيه او المسرحيه بتوري ان احنا اصحاب حق وانه قضيتنا قضيه عادله فالاجيال الجديده في امريكا لما تشوف ده كان شيء مهم قوي يوم السبت والحد العروض الماتينية اللي هي الساعه مساء الخير العروض الساعه 12 والساعه 2 الظهر بيحضر فيها طلبه المدرسه من سن 14 لسن 16 بالمدرسين بتوعهم فتصور انت ان الجيل الجديد انت بتديهم درس بقى في بس كده باعترافهم هم وباعتراف فنهم بالظبط كده بالظبط كده حلو فانت يعني دي خطر ودي خطر كل الشخصيات خطر اوكي